هل السعي بعد طواف القدوم للقارن والمفرد والمتمتع يجزي عن سعي الحج؟ أما القارن والمفرد فسعيه بعد طواف القدوم مجزي، لأن أفعال العمرة دخلت في الحج، إذ أن القارن أفعاله كأفعال المفرد تماما. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه الذين كانوا معه القارنين لم يسعوا مرتين. وأما المتمتع فلا يكفيه سعي العمرة عن سعي الحج، لأن النسكين انفصلا وتميز بعضهما عن الآخر، فيجب على المتمتع طواف العمرة حين يقدم مكة وسعي العمرة، ويجب عليه طواف الإفاضة وسعي الحج. فالطواف والسعي الأول للعمرة، والطواف والسعي الثاني للحج، ولا بد. نعم.